معلم يثير جدلا واسعا مع انطلاق الموسم الدراسي بفكرة ذكية جدا حازت ثناء كبيرا. بكثير من الثناء والتقدير تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جرى توثيقها داخل فصل دراسي بمدرسة سيدي خليفة. ابتكر من خلالها معلم فكرة ذكية جدا لتحفيز تلاميذه على مزيد من الاجتهاد والبذل والعطاء بما يضمن تفوقهم دراسيا. وبحسب ما تداوله النشطاء فقد طلب المعلم من تلاميذه في أول يوم من الموسم الدراسي الجديد أن يفصحوا عن أحلامهم المستقبلية عبر تحريرها على ورقة خاصة تضم الاسم والصفة المستقبلية قبل أن يفاجئهم في اليوم الموالي بإحضار لوحات خشبية وقد كتب عليها اسم كل تلميذ وحلمه في مشهد أثار إعجاب وتنويه كل المتتبعين. الفكرة بحسب كل المعلقين على الموضوع ترم ترسيخ فلسفة التحدي ومضاعفة الجهد لتحقيق الأحلام وتنزيلها على أرض الواقع. ولعل تلك اللوحة الصغيرة التي كتب عليها اسم التلميذ وحلمه المستقبلي ستبقى أكبر حافز له وفكرة ذكية للتنافس الشريف بين جميع التلاميذ.